بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. كنت في عزاء حد من أحبابي فوجدت مشهد غريب شوية أنا مش متعود عليه. كنت في حياتي في حياة العزاء الكتيرة اللي أنا مريت بيها ما كنتش متصور إن في حد بيتكلم في التليفون بصوت عالي أوي كده في العزاء. فحسيت إن فكرة إن حرمة الموت خفت شوية. ببص تاني يوم الصبح لقيت حاجات غريبة جدا جدا، حسستني إن في حاجة اتغيرت فينا. حرمة الموت عندنا بقت بعافية شوية، وحرمة الأموات عندنا بقت بعافية هي كمان. بتوصل لأوقات كتيرة إن الناس مش بس تصور الجنازات، لا تصور الأموات في الأكفان. بس تعالوا نشوف أهلنا وناسنا قبل ما نستمر في الكلام عن ده، تعالوا نشوف أهلنا وناسنا قالوا إيه عن درجة احترامنا وحرمة الأموات في حياتنا. برضو أرجع وأقول لك السبب الأكبر هو البعد عن ربنا. أنا لو قريب من ربنا هيبقى عندي كل حاجة. لا أنا مدرك تماما إن ده، لا ده بسبب الحاجات اللي متوجهة لنا من خلال السوشيال ميديا. عايز يكسب ترندات وخلاص، هو ده اللي في دماغه، مش في دماغه أي حاجة تاني. يعني ممكن عادي يصور حرمة ميت، يصور أي حاجة عشان يكسب ترندات بس. البعد عن ربنا والانخراط في الدنيا وإن الناس ما بقاش عندها الوعي الكافي بدينها إنها تعرف الحلال والحرام، فبقى في متشابهات كتير أصلاً. بقت تحسها موضة حتة الانتحار وحتة الاكتئاب والموت، والناس بقى من كتر السوشيال ميديا ومن كتر ما بتشوف حالات أصلاً بشعة جداً فبقت بتستسهل الموضوع ده. بتشوف على النت ناس مذبوحين ومقتولين، فحتة إن حد يموت قدامهم أو حد يقع ما بقتش بالنسبة لنا صعبة زي قبل كده. أنا مقدر جدا الكلام اللي اتقال في التقرير، اتقال إن سبب الكلام دوت البعد عن الدين، بس في كلام مهم وكأن بنتنا فاهمة حاجة مهمة قوي. قالت من كتر ما الناس استهانوا بالموت، من كتر ما الكآبة وشافوا موتات بشعة كتيرة، بسبب، أقول لكم حاجة، بسبب الناس طول الوقت بيشوفوا أفلام رعب وبيشوفوا حاجات كتيرة، فبقى الموت عندهم ملوش حرمة. بس أنا مش موافق على فلسفة إن كنا بنحترم الموت عشان كنا بنخاف منه. لا، إحنا مش كنا بنحترم الموت عشان كنا بنخاف منه، إحنا كنا بنحترم الموت لأن الموت له جلال، فيه هنا تجلي من تجليات جلال الله.